الريئة ملكة الروقان، إحدى ملكات القوة الناعمة الضاربة. إحنا النهاردة هنتكلم عن أنثى برج الدلو الهوائي، ونكمل سلسلة نساء الأبراج، ونكشف خفايا ممكن تكون للبعض معلومة وللبعض غير معلومة. وأنا دايما بحب إن أنا أكون إيجابي في حلقاتي، فهنركز شوية على الجانب الحلو من النص الحلو من نساء الأبراج، وتحديدا أنثى برج الدلو الهوائي. ولكن خلوني ارحب بكم سريعا كالعاده، وادعو اللي ما اشتركش في القناه ان هو يشترك، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بينا، ويا ريت الدلويين يعني يثبتوا وجودهم اناث برج الدلو، وندوس لايك للحلقه دي ونعرف كم واحد او كم واحده مهتمه ببرج الدلو او برج الدلو تحديدا. انثى برج الدلو لذيذه جدا وظريفه جدا، واسلوبها راقي جدا ومتحضر جدا بالفطره، وهي انثى معتدله في كثير من الاشياء، في غيرتها، في عاطفتها، وذكيه ذكاء خارق. لازم انت تعجب رجل او امراه قريب او بعيد بذكاء الانثى دي، وسيده مجتمع من الدرجه الاولى، وتصلح استشاريه قوي، وتصلح طبيبه نفسية، وتصلح لمهن كتير قوي متشابهة من المهن دي. أنثى برج الدلو باختصار الأنثى الرايقة، وإحنا أطلقنا عليها، وأنا تحديدا أطلقت عليها الاسم ده لما عرفت صفاتها، ولقيت إن في صفات كتير قوي يعني تجعلها أنثى رايقة، رايقة قوي ومتمكنة، يعني من الإناث اللي عندها الثقة في نفسها بالفطرة، واللي مش شيالة برضو، ده حلو قوي فيها. احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت انثى برج الجد، وقلنا ان هي شيالة ما بتنساش، الدلوية متسامحة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، ناس قوي واجتماعية قوي لدرجة كبيرة قوي، بتخلي كتير قوي يحبها ويحبها قوي كمان. في العاطفة انثى برج الدلو مش انثى مدلوقة، يعني مش انثى اللي عندها بتجيبه، او مش من الاناث اللي ممكن تجري وراك كتير او تصبر عليك كتير لو انت ما انتش فاهم. اهم حاجة عندها ان انت تفهمها، رجل او امرأة عامة، يعني لازم تكون فاهم الانثى دي وما تتعبهاش. وقلنا تصلح استشارية، تحب تسمع، من الاناث اللي بتحب السمع، يمكن مقارنة بانثى برج الجد، أنثى برج الجدي ما تحبش تسمع قوي مقارنة بأنثى برج الدلو، تحب تسمع وتسمعك قوي لحد ما أنت تخلص وجهات نظرك، وتتكلم معاك نقطة نقطة، وتحاول كمان إن هي تقنعك بوجهة نظرها، ودايما أسلوبها المحبب يا تقنعني يقنعك، يعني ما تنتظرش مني إن أنا أعمل حاجة ما أناش مقتنعة بيها. وده كمان من الحاجات الجذابة قوي في شخصية أنثى الدلو، تحب أوي إن أنت تتعامل معاها برقي، وهي أنثى ذكية في التعامل كمان الاجتماعي، يعني مش دبش، يعني مش تطص في وشك حتى لو أنت بتعمل حاجة غلط، لا، تقدر إن هي بأسلوب راقي وفاهمة توصل لك وجهة نظرها، وإذا لقت مفيش منك رجا أو مفيش منك رجا أو فايدة في النهاية تبتعد، ترحل ماشية بمبدأ إن الحياة فترات، وإن أنت تجربة وعدت وخلاص. وده اللي بيخلينا لما نتكلم في الناحية العاطفية نقول عن أنثى برج الدلو إن مش هتجد الندم شديد قوي لو أنت حتى كنت مرتبط بيها وابتعدت عنها، عكس ناس تانية ممكن تفضل تتندم عليك ندم عمرها. ذوقها مختلف وعالي وراقي زي ما احنا اتكلمنا في بداية الحلقة، دايما هتلاقي ذوقها كده او نقاوتها مختلفة عن الاخرين، ورأيها بيكون رأي حلو قوي، لانه لا هو عاطفي قوي، ويعني هي دايما بتمزج ما بين العاطفة والعقل، وغالبا رغم ان هي انثى، انثى برج الدلو بترجح العقل على القلب في احيان كتيرة، وده اللي بيخليها صعب ان هي تقع فريسة للحب او للعاطفة او ما شابه. يعني
عشان كده بنقول إن هي من الإناث المتحكمة في مشاعرها، ومن الخطأ إن في بعض أصدقائنا يتهموها بالبرود. يعني في بعض الشباب تقول لك أنثى الدال باردة أو مشاعرها مش عالية، هو ما أنتش فاهم، هي عقلانية، هي بتفكر بعقلها، هي ما بتسمحش للعاطفة إن هي تغلبها وتنساق وراها، أو إن هي يعني تمشي وراها كده هائمة على وجهها، ما هيش عارفة هي رايحة فين، أو ما هيش واقفة على أرض ثابتة. مش محتاج إن أنت تعمل حوارات وتلف وتدور على أنثى برج الدلو، من الإناث اللي بتفهمك سريعا قوي وبتفهم نيتك وبتترجم اللي أنت عايز إن أنت تقوله، وممكن قوي ومن أكتر الإناث اللي بتاخدك على قد عقلك. يعني تميل للحاجات السيمبل شوية، ممكن في اللبس الحاجات المبهرجة والمشعة والحاجات دي، صعب ان احنا نلاقي انثى دل بتميل للجانب ده او النوع ده. وان كان دائما بقول لكل قاعدة شواذ او استثناءات، ولكن اغلب اناث برج الدل بينطبق عليهم الكلام اللي احنا بنقوله ده. مش عنيفة اطلاقا ولا قاسية القلب اطلاقا، هي عايزة تعيش في هدوء وروقان وسلام، ما لقتش الجو ده قلنا أقصى حاجة بتبتعد. مش انتقامية من الدرجة الأولى، مش أنثى انتقامية من الدرجة الأولى، هي بتشتري نفسها، ومن الإناث اللي ممكن تمشي بمبدأ صاحب نفسك ترتاح، ودايما تلاقيها مروقة كده وتتحسد. من أحد الأسباب اللي تخليها أنثى محسودة قوي إن هي بتحس أنت من بعيد إن ما عندهاش مشاكل، وإن هي رايقة، وإن هي متصالحة مع نفسها، وكل ده طبعا بيجعلها موضع غيرة. وتلاقي فيه كتير جدا من الأشخاص حابين يتعرفوا عليها وشايفين إن هي أنثى غامضة، اللي ما تعملش مع الدلوية بيحس إن هي أنثى غامضة، وبيبقى عنده فضول ان هو يقتحم الغموض ده. مش هطول عليكم اكتر من كده، اكتبوا لي اراكم في اللي احنا قلناه ده وفي انثى برج الدلو. ان شاء الله الحلقة القادمة هتكون عن الحوتية، ملكة الانوثة طبعا، انثى برج الحوت المائي. ويا ريت كمان اللي عايز ان هو يتواصل معايا الانستجرام الفيسبوك، قنواتنا التانية هاتريك كورة للكورة، واسأل محمد وعيلته، كل الروابط دي في وصف الفيديو او على الفيسبوك هتلاقيهم في التعليقات. واي حد تاني غير محمد ابو زيد على الفيسبوك او اليوتيوب ده نصاب، لو تشوفوا حلقاتي يعني اراكم في اللي احنا قلناه ده وفي انثى برج الدلو. ان شاء الله الحلقة القادمة هتكون عن الحوتية، ملكة الأنوثة طبعا، أنثى برج الحوت المائي. ويا ريت كمان اللي عايز ان هو يتواصل معايا الانستجرام الفيسبوك، قنواتنا التانية هاتريك كورة للكورة، واسأل محمد وعيلته، كل الروابط دي في وصف الفيديو او على الفيسبوك هتلاقيهم في التعليقات. واي حد تاني غير محمد ابو زيد على الفيسبوك او اليوتيوب ده نصاب، لو تشوفوا حلقاتي يعني عنده، واهداف خبيثة طبعا. يا ريت ان انتوا تلغوا الاشتراك عند الناس اللي هي النصابة دي، والى اللقاء.